السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فكرة اليسار الديمقراطي. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 117. كما كنقول ديما، هذا البودكاست درتو انا اساسا باش نتحاسب على المهمه اللي كنحاول نقوم بها كنائب برلماني وكفاعل سياسي. اعتبرت بان هذه من الوسائل للمحاسبه. هذا الاسبوع نبدا لكم من الاخر، حنا اليوم السبت، ولكن البارح نهار الجمعه، يوم الجمعه، كان عندنا الافتتاح ديال الدوره الربيعيه ديال مجلس النواب. هي كاتبة لكم الصورة في حالة استثنائية. صحيح ما كنا قلال في البرلمان، ولكن هذه فرصة باش نقول لكم بأن المغرب ليس في حالة استثناء كما معترف بها في الدستور. هذيك الحالة الاستثناء اللي كيوقف البرلمان، ما احنا ماشي فيها، فمزيان احنا في حالة استثنائية، ولكن خاص جميع المؤسسات تمارس الدور ديالها، والبرلمان من الادوار التشريعيه، ولكن بالاخص الدور الرقابي ديال مساءله الحكومه وطلب المعلومات الكافيه من طرف الحكومه في جميع المجالات، ولازم على الحكومه تجاوب ممثلين الامه. فوالا، هادشي هذا البارح نهار يوم الجمعه. ولكن نبدا لكم من الاول الاسبوع، كان عندنا نهار الثلاث اجتماع ديال اللجنه الماليه، تكونوا سمعتيو به، حول واحد المرسوم بقانون، قانون في بين الدورتين، ما كيديرش قوانين، كيدير المراسيم وخاصهم يتصادقوا عليهم في اللجنه، واللي كان عنده علاقه هو كيبان لكم باعطاء الامكانيه للحكومه لتجاوز السقف ديال الاقتراض الدولي. داكور، هو كيبان لكم مرسوم بسيط جدا. فانا بدوري كنائب برلماني اللي كيحترم من نفسه، طرحت عدد ديال الاسئله للسيد ممثل الحكومه اللي كان وزير الماليه، اللي كان مع الطاقم ديالو، منه المدير ديال الميزانيه. اولا تمنت المجهودات الاستباقيه اللي خدتها السلطات المغربيه، جميع السلطات المغربيه، وشكرت السلطات المغربيه على المستوى الصحي، على المستوى الوقائي، كذلك على المستوى الاجتماعي، بهذا الشيء ديال الدعم المباشر في الرماد. هادو اشياء مزيانه، ولكن فيما يخص هذا المرسوم طرحت بعض الاسئله واضحه. طلبت، سولت السيد الوزير شنو هديروا بهذه الاقتراضات الخارجيه الاضافيه في الوقت اللي الدوله المغربيه، احنا عارفين، عندها ما يكفي من العمله الصعبه، اكثر من 230 مليار درهم حاليا، وعندنا يمكن لكم تقترضوا 30 مليار ديال الدرهم، فشنو بغيتوا ديروا بهذه الاقتراضات الاضافيه اللي تعطات لكم؟ وما تقولولناش بان لشراء الادويه ولا شي، كل واحد عندكم ما يكفي لشراء الادويه، لشراء البترول، الغاز، القمح، السكر، هادشي كله عندكم ما يكفي بالارقام. زعما الارقام معروفه، زعما كاع على شرينا هادشي كله هاد العام كله، راه عندنا ما نفوتوش واحد 60 ولا 70 مليار ديال الدرهم لاقتناء هاد جميع هاد الاشياء اللي هي اساسيه. فبالتالي فسروا لنا وعلاش بغيتوا تقترضوا اكثر من 30 مليار درهم. حيت التخوف اللي عندي، وتخوف حقيقي، هو ان الحكومه تستمر ولا من بعد الازمه في هذاك الدعم، بالنسبه لي لا مشروع ولا مقبول، للقطاعات المستورده لمواد غير اساسيه بالنسبه لبلادنا. فطرحت السؤال، مع الاسف الشديد ما جاوبنيش السيد ممثل الحكومه، وهادشي جعلني نصوت ضد انا هذاك المرسوم. فهذه عاديه، انا فايت لي قلتها، وزعما هذا هو الدور ديالي، كنشوف انا الدور ديالي، مي ما كتعطيليش المعلومات الكافيه، ولا كنشك في شي حاجه اللي هي غير مناسبه لبلادي، ما كنصادقش انا. هذا هو هذه تربيتي السياسيه، وهذا الشيء اللي تربينا عليه، وهذا الشيء اللي كنامنوا به حنا كفدره اليسار الديمقراطي. مره اخرى اؤكد بارقام بان عندنا ما يكفي من العمله الصعبه لاقتناء جميع المواد الاساسيه للمغرب لمده يمكن اكثر من 12 شهر. اللي ما عندناش، صحيح، واللي خصنا نديرو فيه مجهود، هو السقف، ولا نحدو ولا نقصو من الاستيرادات الغير الاساسيه، من بيسكوي وشوكولات اللي جايه من تركيا ولا من دول اخرى، لا من التليفونات الغاليه مثلا. ها انتم كتشوفوا شحال التليفونات، شحال كنشريو منها من الخارج سنويا، اكثر من 5 مليار ديال الدرهم، وغالبا هذا السنه خصنا نقصوا مثلا السيارات الضخمه، كذلك عدد الاشياء. فهو هذا شويه نقول لكم اخر، وي دوري كنائب برلماني، وحنا لسنا في حاله استثناء دستوريا، دور رقابي ديال
واكيد من مساءله الحكومه. فطرحت واحد العدد ديال الاسئله هذا الاسبوع، منه السؤال الاول اللي جاني عدد ديال المواطنات والمواطنين اتصلوا بيا قالوا لي هذاك الاجراءات البنكيه ديال توقيف الكريديات حتى الجوان حتى شهر يونيو شنو ما فهمناهاش مزيان، وملي كنمشيو للبنكه حتى هما ما كيفهموهاش مزيان. فبالتالي طرحت سؤال كتابي للسيد وزير الماليه باش يفسر مزيان هذه الامور باش جميع المواطنين يفهموها وكذلك الابناك تفهمها مزيان. السؤال الثاني هذا حول المقاهي، رفيت اللي تكلمت لكم على المقاهي ودرت خرجه حتى في البرلمان على المشكل اللي كاين الحقيقي منذ 15 مارس بالنسبه للسربايه ديال المقاهي. هما ماشي بوحدهم ولكن سربايه المقاهي والمطاعم راه كيمثلوا 1.5 مليون مواطن في المغرب، هما اغلبيتهم كاينين لا في الرماد لا في السي ان اس اس، فبالتالي ما كانوش معنيين حتى بهذا الدعم المباشر الى حد الساعه. ف اتصلت بيا عدد ديال الناس من ارباب المقاهي من بعد كيتشكاو، قال لي السي عمر ضربتي فينا ضربتي فينا. فتفتح نقاش، انا فتحت نقاش معهم، وصلت القناعه بان بعد الجمعيه الوطنيه عندها قابله دير مجهود، باغيه دير مجهود ولكن بشرط الحكومه ولا الدوله دعمها في هذاك المجهود. يعني كنقول المجهود هي تقدم تعويضات لهذوك السربيه ديالها، الا كانت الدوله مستعده حتى هي تعطيها واحد جزء من ذاك الدعم. فدخلت الناس اللي كنعرف لا في الحكومه لا في الوزارات باش نطلب لهم نربط هذا الاتصال بين هذيك الجمعيه وممثلين الحكومه، حيت الهدف اخر المطاف شنو هو؟ هو يتحل المشكل بالنسبه للسربايه هو اللي مهم، وكذلك الناس اللي خدامين في المطاعم ومن بعد الارباب المقاهي كذلك حتى هما راه كاين اللي مضرور، فخصنا نلقاو ليه حل. ماشي الدوله اللي دير المجهود كله، خص هما يديروا مجهود، اللي عنده السيوله يدير مجهود، اللي ما عندوش ولا اللي عنده قليله نفتحوا ليه المجال الاقتراض البنكي، ولكن خاص السربايه في المغرب يتخلصوا ياخذوا على الاقل شي تعويض مناسب باش حتى هما يدوزوا هذه الازمه بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كنتمناو لبلادنا. سؤال اخر هذا من المقترحات اللي كنقدموا كفدرات اليسار الديمقراطي، اولا هذا مقترح كوسيله للخروج من الازمه الاقتصاديه اللي مع الاسف جايه. قلنا خصنا نحدوا من غير الاساسيه من جهه، وراه من الممكن باش نحتفظوا بالعمله الصعبه من جهه، وكذلك ندعموا الاقتصاد الوطني. راه غريب، انا بشحال هادي وانا كنستغرب مي كنلقى مثلا مطيشه الحك جايه من مصر، زعما راه مطيشه كاينه في المغرب، علاش حنا كمواطنين خصنا نستهلكوا ما هو مغربي الا بغينا نشجعوا الانتاج الوطني الشغل في الوطن. فهذه على الحكومه بتقديم اجراءات تشجيع المواطنين، نديروا مثلا تكتب بان صنعت في المغرب هذوك المواد، وكذلك الدعم المباشر بعد المقاولات اللي هي مقاولات وطنيه، وحنا عندنا امثله دابا حاليا من المقاولات مجموعه عائليه، مقاوله اللي صنعت الكمامات اللي عطاتنا اللي بينات بان المغرب من البلدان الوحيدين في العالم اللي كان سباق حتى في هذا الشيء. فعلاش ما نشجعوش بحال هادو، نشجعو ونقولو ونعمو هاد الامور. كذلك وهاد القضيه ديال الاله التنفسيه 100% مغربيه، هاد الشيء مزيان وهاد الشيء اللي بغينا لبلادنا. وانا كنسجل ايجابيا السيد وزير الصناعه اللي كيفتخر بهذا الامر، انا كنت كنتمنى شحال هادي يكون هذا الامر، ولكن مزيان احنا بدينا دابا، هذه فرصه هاد الازمه اللي خطيره بالنسبه لنا، ولكن هذه يمكن تكون فرصه هاد الازمه باش نغيروا الطريقه باش كنشوفوا الاقتصاد الوطني، كيفاش نشجعوا المنتوجات الوطنيه، الراس المال المغربي، الراس المال المغربي ما يبقاش غير في العقار، يجي للصناعه. فهادو فوالا امور، هذا هو المقترح في هذا السؤال. مقترح اخر في السؤال 222 ها هو كيبان لكم كذلك، هذا علاش كنقول انا علاش ما نديروش ناخذوا العبره ديال بعض الدول حتى الليبراليه، ها هي بريطانيا اللي شنو داروا باش يمولوا الحاجيات الاساسيه لا في المستوى الصحيه الاجتماعيه والاقتصاديه، البنك المركزي الانجليزي ولا البريطاني هيسلف هو مباشره ما يكفي من السيوله والاموال للدوله. هذا حيت باش خصكم تعرفوا بان الابناك المركزيه كتسلف على طريق الابناك من القطاع الخاص ولا الابناك الاخرى. هذه البنك المركزي البريطاني خرق هذه العاده وقال لك هنديروا هذه حاله استثنائيه، فخصنا نديروا طريقه اخرى ونمولوا الدوله في الحاجيات الاساسيه والمستعجله حاليا. فانا طرحت علاش البنك المركزي المغربي البنك المغرب حتى هو ما يلتجئش
هاد الوسيله اللي هي انا بالنسبه لي كتفرض نفسها في هذه الحاله، هذا كيتطلب تغيير القانون صحيح، ولكن حنا من الممكن اما الحكومه تبادر وتجيب مشروع قانون هذا يمكن يدوز بالاجماع زعما ديك الساعه انا نصوت عليه بعدا اساسا، نغيروا الادوار ديال البنك المركزي المغربي، ولا كمقترح قانون انا لما تجاوبوش معايا ندفع بمقترح قانون في هذا الاتجاه. فوالا هذا الشيء اللي كاين. مره اخرى الوضعيه صعيبه، كنشكروا الناس كاع اللي كيلعبوا دور جبار، لا من الاطباء لا الممرضين لا رجال الامن لا في السوبر مارشي، هادو ناس كيقوموا بواحد الواجب وطني، خصنا نشكروهم ونتمنوا المجهود ديالهم وما ننساوهمش من بعد، لا دابا لا من بعد ما ننساوهمش. على المستوى الجماعي كذلك انا عضو في المجلس المدني للرباط، فخصني نتحاسب. كان اجتماع الجمعه في العشيه اللي ما حضرتليش عن بعد، اجتماع عن بعد ما حضرتليش حيت كنت في البرلمان، ولكن حضر ليه ممثلنا ممثل فيدرالية اليسار عمر الحياني، هي كتب لكم التصويره عن بعد، حول تحضير ديال الدوره ديال المي، الدوره الدستوريه زعما كاينه في القانون القانونيه ديال المي ديال مجلس مدينه الرباط. فمزيان هذه المبادره ديال الاجتماع عن بعد، وعمر بسميتنا اكد على بعض الامور اللي الدعم للتعقيم في الاسواق، هذه مهم جدا وبالاخص الاسواق الشعبيه، الاحياء الشعبيه هي الاولى، هذه من جهه. ثانيا عمر قال واحد القضيه اللي مهمه بدينا كنلاحظوا، قال لهم حتى لا كنتوا غندفعوا خصنا الجماعات تدفع الدعم المباشر والقفات الفقراء مزيان، ولكن على طريق السلطه، وبارك علينا من داكشي ديال الدعم بحال الاحزاب هي اللي كتدعم الفقراء، راك هذه اكذوبه كيكذبوا على عباد الله، راه هذا الفلوس ديال الشعب زعما فلوس الضرائب، فمشكورين زعما مجالس البلديه اللي بغاو يديروا الدعم المباشر، ولكن اللي سمع بان الحزب فلان ولا فرتلان هو اللي دعم راه دي كذبه، راه كذبه. فمزيان عمر، شكرا كنشكروه. كنت كنتمنى يكون معايا، ولكن مع الاسف مع هذا الشيء ديال الحجر الصحي ما راه هو في دارو وانا انا في داري. فشكرا شكرا على المتابعه. قبل ما نسالي، ما كاينش كتاب هذا الاسبوع كنقرا بالاخص الاعلام الوطني الدولي، وكنشجعكم تقراوه، وخصنا ندعموا الاعلام، هذه حتى هي امور اخرى تكلمت فيها، ولكن الاعلام كيلعب دور مهم في التطور الديمقراطي وحتى في الازمات. موسيقى ديما وي كنتصنت على الموسيقى، ودير مزيان الواحد يتصنت على الموسيقى، وسيرتو في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، هذه شحال من مره كندوز لكم جورج رينارد، فتمتعوا بها كتعجبكم. وشكرا مره اخرى على